بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، الحلقة الثامنة في سلسلة ذكرياتي واحتفالياتي مرور 900 سنة على وفاة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. تفضل شيخ عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواني وأخواتي، بلغنا إلى قول الإمام في تهافته، قال: ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية أي الرياضية والمنطقية لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية. هذا الكلام، شوف، جملة واحدة تقريبا أو جملتان قصيرتان وجيزتان، ولكنهما ذوات مضمون هائل. هذا الكلام بالذات أيها الإخوة اقتبسه، تستطيع أن تقول سرقه، الفيلسوف الفرنسي الشهير رينيه ديكارت. من قرأ كتابه كان بودي، لكن هذا يحتاج إلى محاضرة بحيالها، محاضرة مطولة 4-5 ساعات، مقارنة بين ديكارت وأبي حامد. أين استفاد رينيه ديكارت من أبي حامد؟ وهي مقارنة ليست صعبة، فقط تقرأ التهافت وتقرأ المنقذ من الضلال بالذات، وتقرأ مقال في المنهج ترجمة عثمان أمين لنيه ذكر، وسوف ترى تقريبا الرجل عالة تامة على أبي حامد. وسأحكي لكم هذا، سأحكي لكم تفاصيل هذه الجملة، لماذا هي كان ديكارت عالة على أبي حامد. أحد لصوص فكر أبي حامد دون أن يشير إليه بكلمة، دون أن يشير إلى عطائه أيها الإخوة بحرف واحد، سرقة للأسف الشديد تامة، جريمة كاملة. هذا ذكره ديكارت أيها الإخوة. نفس الشيء في معرض نقده للميتافيزيقا، من المسائل التي مثل بل طابق فيها رينيه ديكارت أبا حامد الغزالي مسألة حين، وذكرت هذا في محاضراتي التعريفية بالفلسفة، نعم ذكرت هذا. رينيه ديكارت كان يرى أن العقل له حدود ينبغي أن يقف عندها، وهي الحدود التي يبدأ من لدنها الوحي، وكان يقرر بشكل واضح أن حقائق الوحي حقائق فوق العقل، لا يستقل العقل بإدراكها، لا مدخلية فيها للعقل نفياً وإثباتاً. ممنوع أن يقول عقل أنا لا أعتقد بهذه الأشياء، هذه أشياء غير صحيحة غير معقولة فأنا أرفضها. ديكارت قال هذا لا يجوز، علينا أن نتقبل حقائق الوحي على أنها حقائق غير معقولة، irrational يعني facts، حقائق غير معقولة. أبو حامد كان أكثر دقة كما سأشرحه اليوم لدى شرحي لموقف أبي حامد بين العقل والنقل، وحامد كان أدق بكثير، لكنه استفاد هذا أيضا من أبي حامد الغزالي. متى سنعرف تفصيل هذا؟ حين نتكلم بعد أن ننتهي من الفلسفة أيها الإخوة عن موقف أبي حامد بين العقل والنقل. أبو حامد فرق بين نطاقين في هذه المسألة. على كل حال، فديكارت استفاد كثيرا من أبي حامد دون أن يشير. هناك قصة مهمة جدا أن نقف عليها. في أوائل السبعينيات، ربما سنة 71، في مدينة عنابة بالجزائر، التأم المؤتمر العاشر للفكر الإسلامي، وجمع صفوة العلماء والمفكرين العرب والمسلمين، وكان أحد نجوم ذلك المؤتمر البحاثة الكبير التونسي الدكتور عثمان الكعاك رحمة الله تعالى عليه، الذي فاجأ المؤتمرين أيها الإخوة بحقيقة خطيرة جدا تتعلق بأبي حامد وتأثيره على ديكارت. ذكر البحاث الكعاك رحمة الله تعالى عليه أن العلامة المصري الدكتور محمد عبد الهادي أبا ريدة، أن العلامة المصري محمد عبد الهادي أبا ريدة، والذي يعني كانت تربطه بالدكتور كعاك علاقة وثيقة، طلب إليه أن يعاونه في بحث أو عمل بحثي يتوفر عليه الدكتور أبو ريدة بخصوص تأثير الحجة الغزالي في الفكر الغربي. وبما أن الكعاك التونسي أيها الإخوة كان يعمل أميناً للمكتبة الوطنية، فإنه استطاع أن يصل إلى مكتبة رينيه ديكارت، فوصل إليها وبدأ يطالع، وفوجئ
بنسخة من المنقذ من الضلال مترجمة إلى اللاتينية، مترجمة إلى اللاتينية في مكتبة في مقتنيات ديكارت ضمن مقتنياته، وبخط ديكارت بالقلم الأحمر موضوع على أكثر من فقرة ينقل هذا إلى منهجنا، مقال في المنهج، ينقل هذا إلى منهجنا، ينقل هذا شيء غريب، شيء غريب، سرقة واضحة أيها الإخوة. وبخط ديكارت البحاث الكعاك، من ضمن الذين كانوا مؤتمرين هناك الدكتور علامة البوطي لا يزال حيا أمتع الله به، العالم السوري الشهير، قال ولا ندري ماذا حصل في ثاني يوم، في اليوم التالي على هذه الحقيقة التي أسفرت بوجهها للمؤتمرين، وجد الدكتور كعاك ميتا في غرفته فلا يدرى. أوافق يعني المقدور أم أن الرجل دس له شيء أو مات اختناقا لا ندري. وفي اليوم لو مات في نفس الليلة أقول هذا قدر واضح صحيح، لكن أن يموت في يوم تال معناها انتشر الخبر، وصل بعض الدوائر ربما تم التخلص من الرجل. طبعا إيه الآن أين الكتاب هذا المترجم؟ لا ندري. أين خط ديكارت؟ طاع كل شيء. شيء عجيب. هناك نطاق ثقافي يريد أن يفهم نفسه والعالم أننا مستقلون، نبدأ من الصفر تقريبا، أو أننا امتداد إلى أصولنا الرومانية اليونانية، هؤلاء العرب السراسنة المتوحشون، لا لا لا، لم يقدموا وليس من شأن أن يقدموا شيئا. هذا يغيظهم، يغيظهم كثيرا أن يثبت أن كبار عباقرتهم مجرد لصوص متلصصة على تراث المسلمين. على كل حال المقال في المنهج موجود، يستطيع كما قلت لكم أي واحد فيكم أن يقرأه في جلسة. المنقذ من الضلال حتى أقل منه بقليل، كتيب المنقذ، تقرأ هذا وتقرأ هذا ستعلم تماما أن روح أبا حامد تسري في ماذا؟ في مقال في المنهج، روح أبو حامد واضحة، واضحة تماما يا إخواني. لكن هذه كانت وثيقة، يعني كان الدكتور كعاك سيحسن كثيرا لو أنه صور على الأقل هذه الأشياء وأتاحها للأسف الشديد، لكن هكذا قضى الله تبارك وتعالى. لكن بفضل الله هذا أيها الإخوة أذيع في مؤتمر حضره عشرات إن لم يكن مئات المفكرين والباحثين في عنابة بالجزائر، أعتقد 71، المؤتمر العاشر للفكر الإسلامي، ومكتوب هذا في محاضر المؤتمر، وأورده الدكتور المصري الدكتور محمود زغزوق وزير الأوقاف، أورده البوطي، كثيرون أورده الباحث أنور الجندي في أكثر من كتاب. حقيقة هذه صدعت رؤوس الناس وفاجأتهم، مفاجأة سعيدة، مفاجأة سعيدة. سوف نرى الآن أن مال برانش، ديفيد هيوم، إلى حد ما كانت أيضا استفادوا أشياء من أبي حامد الغزالي، لكنهم لم يصرحوا. ديفيد هيوم عندي أنا أقطع أنه سرق هذا من أبي حامد، سوف ترون نتحدث عن السببية، سرق هذا بشكل واضح لأنه انتحل حتى المثال مع تغيير مفردات المثال تماما، وواضح أنه المنقذ من الضلال كان ماذا؟ كان مترجما. التهافت لعله أيضا كان مترجما باللاتينية، وتخفى هذه التراجم لأنها تشكل معينا لهم يترصصون من خلاله على تراثنا ومواريثنا. على كل حال حكيت لكم في حلقات سابقة أيها الإخوة أن أبا حامد سواء في التهافت أو في المنقذ حتى من الضلال باختصار لم يهاجم الفلسفة هكذا بشكل متحسف أو معتبط أبدا، لكن بشكل ممنهج. جاء ونظر بعد أن توفر على دراستها 3 سنين كوامل، سنتين للدرس وسنة لماذا؟ للهضم والتمثل، كما ذكر هذا في المنقذ من الضلال أيضا. فميز بين العلوم والفنون التي تنضوي تحت لواء الفلسفة، الفلسفة كانت أم العلوم، فسطاط العلوم، فوجدها ستة أنواع من العلوم. العلوم الرياضية يدخل فيها الحساب والهندسة والفلك، الحساب والهندسة والفلك. أبو حامد قال هذه براهين، هذه علوم برهانية وتوجب اليقين، صحيح. وهذا ما كرره إيمانويل كانت، ومن قبله أستاذه المعنوي طبعا ديفيد هيوم الاسكتلندي، ومن بعدهما المدرسة الوضعية عموما وخاصة الوضعية المنطقية، وإلى اليوم هذا يشكل أو يمثل إحدى حقائق فلسفة العلم الحديثة والمعاصرة، أن التحليليات يقينيات، كل العلوم التحليلية يقينية. لماذا؟ لأن التحليل تحصيلي والتحصيل لا يأتي بشيء زائد، صحيح؟ فإذا قلت لك 4 وقلت لك 4 تساوي 2+2 هذا يقيني، هذه مسألة يقينية. لماذا؟ لأن معنى 4 أصلا أنها 2+2 أو 3+1 أو 5- 1 إلى آخره، هذا تحصيلي ما في شيء جديد. أبو حامد قال هذه علوم
يقينية لا وبرهانية، برهانها قوي، لا سبيل إلى مجاحدتها. وقد أنحى باللائمة إمامنا وحجتنا رحمة الله تعالى عليه على الصديق الجاهل سميه في القرن المنصرم الشيخ محمد غزالي، شيخ الدعاء في العصر حديث رحمة الله تعالى عليه. الشيخ محمد غزالي تعرفونه المصري، وفي الحقيقة هو مش موسى الغزالي، هو من دار السقة، العائلة هي السقة، لكن والده كان رجلاً أقرب إلى الأمية، صالحاً طيباً، سبحان الله، مثل والد أبي حامد، وكان يحب العلماء وبالذات أبا حامد الغزالي، كان مغرماً بأبي حامد وأحيائه. فعرض له مرة في المنام وقال له: يا شيخ فلان، امرأتك علقت منك الليلة بولد، سيكون له شأن عظيم في أمة محمد، سمه باسم محمد الغزالي. معروف، هذه قصة الشيخ المعاصر محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، وله دور والله، وأي دور، لابد أن يقدر قدر هذا الرجل، يعرف إسهامه في ترشيد العقل المسلم والله، وفي الفهم المتوسط الرائع المهندس، الفهم المهندس للدين حقيقة. لذلك الشيخ البوطي يدعوه ماذا؟ شيخ مشائخ الدعاء في القرن العشرين. الداعي الحقيقي هو الشيخ محمد الغزالي، هذا الداعي الحقيقي المتكامل رحمة الله تعالى عليه، في شخصيته وعلومه وخطابه واتزانه ووسطيته، طيب الله ثراه وحشرنا معه إن شاء الله في زمرة محمد وآل محمد. نعم، فقال له: سمه محمد الغزالي، فسماه محمد الغزالي، وله من دار السقة مش من دار الغزالي، شيء غريب. فسميه محمد الغزالي المعاصر رحمة الله تعالى عليه كان يقول: القضية العادلة والمحامون الفشلة. الإسلام قضية عادلة، لكن للأسف الشديد تخسر هذه القضية دائما أو على الأغلب. لماذا؟ لأن من يتصدى للدفاع عنها محام فاشل، محام فاشل، يدعي أنه محامي وأنه يعرف، فاشل، ليس مثلك من يدافع عن الإسلام. وكان دائما الشيخ محمد الغزالي يتمثل بقولة أو بمقولة العلامة الموسوعي محمد فريد وجدي: الإسلام أجل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين. كل أحمق ومغفل يطلق ريح يقول لك أنا الشيخ، أخي الكلام الفارغ هذا، إيش هذا؟ إلزم حدك يا رجل. كل واحد صار شيخ يتكلم باسم الإسلام ويتكلم بالنيابة عن الحق، يفسد أكثر مما يحسن، يفسد أكثر مما يحسن. فالشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه إيش كان يقول؟ لولا نصرة الصديق الجاهل. يعني الشيخ الغزالي المعاصر أخذها من سميه القديم الحجة، هذا تعبير أبي حامد في كتبه للرد على الباطنية وفي المنقذ من الضلال وفي التهافت، يستخدم هذا المصطلح الصديق الجاهل، صديق الإسلام لكنه جاهل للأسف الشديد، يأتي يدافع عن الإسلام فماذا؟ يجاحد في اليقينيات، يقول بما أن الفلاسفة تكلموا كذا في الفلك هذا خطأ، في الحساب في الرضي، يا أخي هذه معلومات يقينية، هذه برهانية، ممنوع أن تعارضها. تأتي تعارضها لأن لأن ألسنة الفلاسفة جرت بها وأقلامهم أو سبقت إلى خواطر الفلاسفة، فأنت تباهت وتجاحد في يقينيات فتسيء إلى قضية الدين، يقال هذا هو الدين، حمقى هؤلاء، هؤلاء هم يفشلون، إذن فإسلامهم فاشل. لا يا أخي، الفاشل هو الصديق الجاهل. أبو حامد كان ذكياً كما قلت لكم ومنهجياً صارماً، قال في موضوع الحسابيات ما عندناش مشكلة، فموضوع المنطقيات المنطق اللوجيك ما عندناش مشكلة، هو مجموعة أقيسة، مجموعة أقيسة لكي يتمكن بها الإنسان من التمييز بين الخطأ والصواب فقط. فالمنطق ما شاء الله، وأبو حامد أعلى كثيراً من شأن علم المنطق، وكان متفنناً فيه، وله فيه غير كتاب، له فيه غير كتاب، أكثر من كتاب، قال ما عندناش مشكلة. نأتي إلى الطبيعيات، كما قلنا لكم دراسة عالم الطبيعة، الفيزياء يعني فيزيكس فيزيائيات سواء السماوات أو الأرض بما فيها من حيوان نبات ومعادن، والسماء بما فيها من أجرام نجوم وكواكب وغيرها هذه الطبيعيات. قال أيضاً هذه الأشياء لا علاقة لها بالدين، ومعظم المسائل التي تناولها الفلاسفة أصابوا فيها، ولهم في بعض الطبيعيات أخطاء ننبه عليها، قال أخطاء بالمنطق العلمي. اليوم سوف أعطيكم نموذجين لأخطاء للفلاسفة في الطبيعيات، هذان النموذجان يبرزان ويكشفان النقاب عن جانب من عبقرية الغزالي الابتكارية، وسوف ترون كم عقل هذا الرجل عملاق حقيقة ونافذ وعميق رحمة الله تعالى عليه. قال بعض المسائل الطبيعية أخطأوا فيها، نخطئهم بالمنطق العقلي والعلمي، لكن عموما الطبيعيات قال ما في عندناش مشكلة معاها، إذا المنطقيات والرياضيات طبيعيات. قال أما السياسات، السياسة يعني الإيالة، الإيالة إدارة المدينة، بوليسي إدارة المدينة
قال هذه ما في مشكلة، هذه كلها مأخوذة من التجارب ومأخوذة من هدي الأنبياء أيضا. كذلك الخلقيات، كلامهم عن النفس وتهذيب النفس والأخلاق ومركزة، قال هذه مأخوذة من هدي الأنبياء ومن هدي الصوفية. والصوفية من غير اسم طبعا، من غير أن يكونوا إيه مسمين بالصوفية، قال موجودون في كل الأمم، ناس منقطعون إلى الله والدار الآخر وكذا، لهم كلام في علم التربية. قال سمهم صوفية، سمهم ما شئت، قال هؤلاء علا عليهم وأخذوا منهم، أيضا لا نعارضهم في الجملة. جميل، هذه خمسة علوم. ماذا بقي؟ الإلهيات، الحكمة الأولى، الميتافيزيكس، الفلسفة إيه؟ الإلهية. قال معظم أغاليطهم في الفلسفة الإلهية. قال أنا كسرت هذا الكتاب، ألفته، يقال كسر الكتاب على كذا يعني ألفه، اختص به كذا، ألفت وضعت كسرت هذا الكتاب فقط للرد عليهم في هذه المسائل التي إيه؟ غلطوا فيها، أخطأوا فيها، وهي في المجموع 20 مسألة، لكن في الحقيقة هنا وجدناها 25 مسألة، 25 مسألة. قال استحقوا التبديع في 17 منها، واستحقوا التكفير في 3، نكفرهم. أنا في الحقيقة عندي موقف من تكفيرهم في هذه حتى الثلاث المسائل، لأنه تحتمل التأويل ولو يعني بطريقة بعيدة، تحتمل. فكان أحسن، هكذا أصلفكم هذه المعلومة، كان أحسن لو أنه أمسك عن إكفارهم، لكنه لعله، وبالذات أنتم سوف ترون أبو حامد الغزالي متشدد جدا في التكفير، مضيق جدا جدا لنطاق التكفير، أكثر من ضيق، حتى التهم بالتفريط أنه مفرط، يعني كأنه هذا إيه إنسان مش قلبه على الدين، يعني كأن قلبه ليس على الدين، لأنه إيه ضيق جدا من إيه من نطاق التكفير. فالتكفير من أصعب الأمور على طريقة أبي حامد، لكنه على طريقة إيه بعض من الناس في كل عصر، في هذا العصر بالذات من أسهل ما يكون، أسهل شيء أن ينطق بتكفيرك والعياذ بالله. طبعا أبو حامد قال في أمثال هؤلاء ولا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة، قاعدة قال عندي لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة، لو كان يعلم ما سارع إيه إلى التكفير. وسوف نقرأ فصلا جيدا له أيها في قانون التكفير، في تعريف الإيمان والكفر، وفي قانون إيه التكفير، من أجود ما أنا لم أقرأ أجود منه على فكرة، واستفاد منه تلميذه أبو بكر بن العربي، واستفاد منه كثيرا أبو الوليد بن رشد في المناهج أيها الإخوة، وفي إيه الفصل، فصل المقال يعني فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال استفاد لكن بشكل ذكي، أعاد إنتاجه بطريقة ذكية، لكن روحه أيضا وجوهره غزالية، استفاد منه ابن رشد لم يسبق إلى مثل إيه تقعيد هذه القاعدة العجيبة جدا رحمة الله تعالى عليه، وضيق من نطاق التفكير إلى حد إيه الذي ما بعده حد حقيقة، إلا أن يكون التفريط في عصمة الدين، في عصمة إيه الدين وفي الذب عن حياضه، وفي الذب عن حياضه. وسوف إيه نقف على هذا بإذن الله تبارك وتعالى. اللي عنده تهافت الفلاسفة بتحقيق العلامة الأزهري الدكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن أبي حامد خير الجزاء، أحسن من حقق التهافت هو الدكتور سليمان دنيا، ودرسه سنين طويلة في الأزهر سليمان دنيا، كما أنه حقق التهافت في مجلدين كبيرين، كما أنه حقق 4 أجزاء الإشارات والتنبيهات لابن سينا، وكان إيه من ذكاء الأزهريين، الأزهر له فضل الثقافة وعلى الفكر والفلسفة من ذكائهم ومن إنصافهم أنهم في دورة لتلاميذ طبعا يدرسون الإشارات والتنبيهات، في المرحلة التالية يدرسون تهافت الفلاسفة، هيك في الأزهر كان. لماذا؟ حتى لا يقال إن الأزهر يطعم ويحصن أبنائه وتلاميذه ضد الفلسفة ابتداء بتهافت، قالهم لا بالعكس، في الأول ندرس الفلسفة كما هي وعلى يد أستاذ من أكبر أساتيذها وهو إيه الشيخ الرئيس ابن سينا، الإشارات والتنبيهات موسوعة في 4 أجزاء كانت تدرس أو أجزاء منها للطلاب في الأزهر، في المرحلة التي تتلوها في الأزهر كانوا يدرسون ماذا؟ تهافت الفلاسفة. إذن هم إيه ينقضون على إيه؟ على بينة وعلى علم من غير تعصب، هذا منهج. شو الأزهر؟ مؤسسة عظيمة حقيقة، أعظم مؤسسة إسلامية للعلم الإسلامي هي الأزهر حقيقة، كانت وما زالت، نسأل الله أن يحييها من جديد، أصابتها نكبات وأشياء في الحقيقة أن ينعشها، هي لم تموت هي حية، لكن أن ينعشها وأن ينقذها إن شاء الله، تصبح حسنة إن شاء الله لعل الثورة تأتي بذلك. اللي عنده هذه الطبعة للعلامة سليمان دنيا في الصحيفة 86 على ما أذكر إن شاء الله، نعم، هو وضع فهرسا للمسائل وجعلها إيه 20 مسألة، لكنها في متن الكتاب كما قلت لكم 25، قد أتلو عليكم شيء منها حتى تأخذوا إيه فكرة.
المسألة الأولى إبطال مذهبهم في أزلية العالم، أن العالم قديم أزلي. المسألة الثانية إبطال مذهبهم في أبدية العالم، أنه باق لا إيه؟ لا يتفكك، لا يتحلل، خاصة العالم إيه؟ الفوقاني. سأشرح لكم اليوم في الفلسفة الأرسطية والفلسفات الإغريقية عموما، جالينوس وكذا يعتقدون أن عالم السماء عالم لا يفسد، لأنه ينتمي لا إلى الأستقصات الأربع، وهي العناصر الأربعة الماء والتراب والهواء والنار. هذه عناصر عند الفلسفة الإغريق. شو عناصر يعني؟ مفردات، يعني هذه لا تنحل إلى إيه؟ ما دونها. حيطلع لي ولد الآن في الابتدائية يقول لي عمو الشيخ هذا كلام فارغ مش صحيح. التراب والماء والنار هذه إيه؟ معروف الماء مثلا يد 2 ألف ولا مش صحيح؟ والتراب سيليكون وغير سيليكون مستحيل، هذه مركبات. طبعا مركبات، هذه ليست عناصر. اليونان اعتقدوا أنها عناصر، العرب يسمونها إيه؟ استقصات. سين تاء قاف صاد ألف تاء، العناصر هذه مفردة لا تنحل إلا ما دونها، المركب ينحل إليها. أي مركب لابد أن ينحل إلى واحد إيه؟ من أربعة من هذه إيش؟ العناصر الأربعة. كلام فارغ الحين، هذا من خرافات إيه؟ الفيزياء الإغريقية، من خرافات الفيزياء الإغريقية. جميل جدا. قالوا أجرام السماء ليست مكونة من هذه الأربعة أصلا. مكون ماذا؟ قالوا لا، مكونة من الأثير، مادة أثيرية بسيطة مفردة. مفردة معناها إيه؟ لا تقبل أن تنحل، لا تنحل. ولذلك السماء أبدية أيضا، هي أزلية وأبدية، لا تنتهي، لا تتفكك، ما بيصير لها ذكي تحلل أو تهدم لا يحصل لها. هذا كلام فارغ طبعا. سوف نرى موقف ابن رشد وموقف باطل في هذه المسألة وموقف أبي حامد المتكلم، موقف علمي صميمي هنا، سوف نرى. يقول إبطال مذهبهم في أبدية العالم. الثالثة بيان تلبيسهم في قولهم إن الله صانع العالم وإن العالم صنعه. صنعه ليه؟ قال لا، على طريقتهم يفشلون أن يثبتوا أن الله صنع العالم. إذا أرادوا أن يلتزموا بلوازم قولهم، سأشرح لكم هذا بعدين باختصار، يستحيل أن ينجحوا في إثبات أن الله صانع العالم. الله وفق إيه؟ قولهم لا يمكن أن يكون صانع العالم، لكنهم يقولون هو صانع العالم. تناقض غرض، ما بقدروش. أنا بقول هو صانع العالم، أبو حامد بقول لك أنا أقول صانع العالم، لكن على أسس غير التي بنوا عليها أقاويلهم الباطلة، وأنا أستطيع أن أثبت لكم أنه صانع العالم، هم لا يستطيعون. هكذا في النقاش، هذا أبو حامد. نعم. الخامسة في تعجيزهم عن إثبات الصانع، الرابعة عفواً. الخامسة في تعجيزهم عن إقامة الدعي على استحالة إلهين. السادسة في إبطال مذهبهم في نفي الصفات. السابعة عشرة في إبطال قولهم باستحالة خلق العادات. هذه الأسباب والمسببات عاد. مش هتلاقي مسألة هنا إيه؟ اسمها السببية. بدك تعرف موقف أبي حامد في السببية، كوزوليتي، كوزوليتيت، المسألة السابعة عشرة في إبطال قولهم باستحالة خرق العادات. هو قال بخرق العادات لأنه أعاد تفسير السببية. أعاد تفسير لماذا أعاد تفسيرها؟ لأجل غرضين سأشرحه لكم إن شاء الله حين نأتي إلى أي مسألة السببية والغزالي. الثامنة عشرة في قولهم إن كذا. التاسعة العشرون. هذا أي فهرس سريع في الصحيفة السادسة والثمانين لهذه المسائل التي قال يبدعون في سبع عشرة منها ويكفرون في إيه؟ في ثلاثة. نعم. طيب نأخذ فكرة سريعة، كنت بودي أن أشرح لكم بعض الشرح لكن رأيت أن هذا سيشوش عليكم، وفي الحقيقة لكي نشرح شرحا يفهم ويجدي شيئا لابد أن نسهب، صعب لأنه حجج. ماذا قال إيه الأغارقة وابن سينا والفراء وابن رشد؟ ماذا قال أبو حامد؟ حجة تقرأ حجة، حجة تقرأ حجة، حجة مسألة طويلة. فبلا شك ولا نستطيع أن نقول إيه هناك حجة واحدة، لا، هي حجج كثيرة. الحجم الأكبر من تهافت الفلاسفة خصصه أبو حامد لمسألة العالم، أزلية وأبدية العالم، صدور العالم عن الله، فناء إلى آخره. كل على بعض هذه العلاقة بقدم العالم أطول شيء. وهذه المسألة هي أهم المسائل التي اشتجر فيها الخلاف بين الفلاسفة والمتدينين. مسألة ماذا؟ العالم، هل هو أزلي؟ هل هو أبدي؟ هل هو فائض عن الله وصادر عنه أيها الإخوة ضرورة صدور النور عن الشمس والحرارة عن النار، أم أنه مصنوع مخلوق مبدع لله أيها الإخوة عن اختيار وإرادة؟ هل هناك فترة زمنية سابقة على خلقه أم لا يوجد هناك زمن ولا بداية له؟ مسائل معقدة وطويلة، معقدة جدا.
أبو حامد كمتكلم أيها الإخوة يتبنى إيه؟ يتبنى أن العالم ليس صادرا عن الله، بل هو محدث مخلوق لله تبارك وتعالى. طبعا هنا في إبداع عنده عجيب جدا جدا، سبق به ألبرت أينشتاين، إبداع مذهل. أنا متحير، إيش العقل سبحان من خلقه حقيقة. أبو حامد لا يميز ولا يسوغ أو يجيز التمييز بين بعد المكان، وهو يستخدم هذه العبارة البعد، بعد المكان تخيل، وبعد الزمان، كأنه درس النسبية تخيل قبل كم رحمة الله عليه. ويرى أنهما ماهيتان من المتعذر التفكيك بينهما، وهذا صحيح. الفلاسفة فككوا بينهما، تعاملوا مع الزمان على أنه شيء بحياله، ومع المكان على أنه شيء بحياله، لذلك تناقضوا. تناقضوا، فقالوا مثلا العالم من حيث الزمان، الكون كوزموس هذا من حيث الزمان الوجود، هذا لا بداية له فهو أزلي، ولا نهاية له فهو أبدي. جميل، لكنه من حيث الفضاء الحيز المكان محدود وموجود هكذا دائما بهذه الحدود، ومن المحال أن يصغر عما هو عليه أو أن يكبر ولو بذراع عما هو عليه. أبو حامد قال أنتم متناقضون، هذا كلام فارغ كله. كيف استطاع أن يكتشف التناقض؟ قال لأن مقولة الزمان لا معنى لها بمعزل عن مقولة المكان. عقل جبار الرجل حقيقة، ما تشوفوا شيخ وحياء علوم الدين، هذا عقل الله خلقه هيك، فيلسوف. بس أذكى من هؤلاء، أذكى من أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفراوي وابن رشد، أذكى بمراحل الرجل، آية من آيات الله. طبعا أنا سأوضح لكم هذا بطريقة الخاصة عاد، وأنا ما يفعل هذا بتبسيط شديد جدا جدا. طبعا ليس لأنني عبقري أو أذكى، لا، لأنني في القرن 21 ودرست النسبية ودرست الفيزياء، يعني على قدر تحصيلي، فأعرف هذه الأشياء، أستطيع أن أبسطها الآن سهلا. طيب كيف أيها الأخوة، ما هو الزمان عند ابن سينا أيضا وعند أرسطو وعند الغزالي؟ بتعبير عصري بسيط جدا، الزمان هو عداد للحركة، عداد للحركة، واضح؟ لو اختفت الحركة بالكلية بالمطلق يختفي مفهوم الزمان، ما في شيء اسمه زمان، انتهى خلاص، لابد من حركة، ولو حركة جسيم دون ذري في النواة خلاص هذه حركة. إذا وقف كل شيء وما في أي ضرب للحركة يختفي الزمان، ما في زمان، مستحيل، صحيح. طيب الزمان النفسي ما هو حركة، وحركة وإلها أسس في حيز مكاني كمان. الآن الحين مثلا قاعد هيك لا تحركش، لكن مخي في الداخل بيشتغل، وبعرف بعد خيالي أني أنا قبل دقيقة مثلا أو قبل شيء قريب من الدقيقة كنت أفكر في الملوخية، والحين بفكر في أبو حامد الغزالي. إيه معناها في قبل في بعد، إيه حركة، ما في حركة، تعرف كيف؟ وهي حركة كيميائية وحركة كهربية، وتمشي في الأعصاب يا حبيبي، وفي المشابك اللي درس الفيزيولوجي السينابس وفي المشابك يتم تحلل مواد معينة. زمان كانوا يقولوا أسيتيلكولاين بس، الحين اكتشفوا منها أكثر من 70 مادة، وناس قالوا أكثر، ناس قالوا 500 مادة. هذه تتحلل في المشابك في الأعصاب، تخيل المشابك العصبية بتتحلل، وطبعا في تحديد لسرعة تحللها، وبتحللها بتنتقل الأشياء اللي أنت بتعبر عنها بأنها أفكار وعواطف. في حركة، في شيء بيتحرك قاعد رايح جاي، ما في. لو كل شيء توقف ينتهي الوعي وينتهي الزمن، ينتهي كل شيء خلاص انتهى. فأبو حامد قال لك ببساطة أنتم تسلمون أن الزمن هو عداد للحركة، والحركة تقتضي محركا، تقتضي وتقتضي متحركا. مالناش في المحرك الآن، ندخل في مقولة فلسفية، خلينا في المتحرك، والمتحرك يقتضي حيزا يتحرك فيه. يعني تتحدث أنت عن جزيء من أسيتيلكولاين، بده هذا مشبك يتحرك فيه. تحدث عن الكترون بروتون ميزون، بده شيء دون ذري يتحرك فيه، صح؟ ما فيه. ولذلك مقولة المكان مرتبط بما بالزمان، والزمان مرتبط بالمكان. لو فني احدهما يفنى الاخر. فقال لهم كيف بتقولوا انتم انه هذا، شوف العبقري، عبقري جينيوس، كيف بتقولوا انه الكون هذا ملوش بداية في الزمان لكن مكانيا محدود؟ غلط غلط، إذا هو غير محدود زمانيا لازم يكون غير محدود مكانيا. أنتم تناقضتوا، قلتوا لا هو محدود مكانيا ومش محدود زمانيا. قال هذا كلام فارغ، هذا مش فلسفة. ذكي جدا الرجل، هو فيلسوف ومتكلم عالم فيزياء كأنه فيزياء، مش معقول رجل، مش معقول رحمة الله تعالى عليه. نعود إن شاء الله لهذه المسألة. طيب على كل حال هذه المسألة، مسألة قدم العالم كما قلت لكم، لا أريد أن أخوض فيها، طويلة جدا، يمكن أن تقرؤها
على مهلك اللي ما عندوش قاعدة فلسفية أنصح ألا يقرأها، لن يفهم شيئاً، وحيتعقد، حيفقد الثقة في ذكاء نفسه. لازم الدراسة تكون هي دراسة إيه؟ برضو يعني مرتبة. إذا عندك قاعدة في الفلسفة وترقيت شيئاً فشيئاً كذا ممكن بعدين، إذا أترك، لا تحتاج إلى هذا. نفس الشيء برضو إيه؟ في مسألة علم الله بالجزئيات، ابن رشد في هذه المسألة من رأيي يعني، من رأيي أنه تقريباً لطف الجو وأتى بشيء ليس من الصحيح أن نرده عليه. ابن رشد التزم أن الله يعلم كل ما يحصل في الوجود، ما قالش إيه الله يعلم الكليات، يعلم الجزئيات، لا لا لا، وإلا كان ألحد بشكل واضح يعني. كيف ابن رشد هو قاضي، قاضي كبير جداً جداً وعلام وفقيه وصاحب بداية المجتهد ونهاية إيه؟ المقتصد، وصاحب كتاب في الأصول، معروف ابن رشد. وهو يتلو في كتاب ربه قوله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يتلو هذا، وتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا أرض إلى آخر الآية الكريمة، يتلو هذا، لا يجحده ولا يكابر عليه ولا ينكره. لكن ابن رشد أعاد صياغة ما قدمه أرسطو بخصوص مسألة علم الله بالخلق بالوجود بالكون على أساس أن الله تبارك وتعالى أوجد الكون ككيان واحد. هذه فكرة جميلة، روحياً جميلة، دينياً جميلة، فيزيائياً جميلة، حقيقة طبيعياً. قال أوجد الكون ككيان واحد متآزر أيها الإخوة، كما قلت بالأمس في الخطبة، متعالق متكاتف، كل شيء فيه مربوط، وأي شيء فيه مربوط بكل شيء. نعم، مش كون هكذا هتامات وشذرات متفرقة تائها، لا لا لا، وكل شيء فيه متوقف على كل شيء. على كل حال، هذا المنظور هو أقرب إلى التصوف، أقرب إلى روحانية الصوفية، وهم ناس مؤلهون أيها الإخوة وعارفون بالله، تحدث عن العارفين منهم. وقد نطق أحدهم وهو حافظ رحمة الله تعالى عليه الفارسي، فقال: لو ذرة يا صاحبي أزيلت من مكانها لاختل هذا الوجود كله. عرفان عجيب. وهذا طبعا يساوي قول الله تبارك وتعالى، أو هو ماتح من معين قوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والسماء رفعها وضع الميزان، من كل شيء موزون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، ما في شيء زائد ولا شيء ناقص، هو هذا. ولو ذرة، واحد يقول لي هذا كلام فارغ، كيف كلام فارغ؟ طبعا بعقلية إيه؟ عامية، مش عقلية علمية فلسفية ولا عقلية طبيعية، يقول لي إيه؟ هذا كلام فارغ، هذه ورقة الآن أنا سأحرقها، يلا راح الذرات وجزيئات انتهى كل شيء، الكون ما اختفاش. ومن قال لك؟ طبعا مش دارس اي بي سي فيزياء، مش صحيح، ولا راحت ولا جت، كل شيء موجود. في الفيزياء هناك ايه؟ مبادئ مشهور جدا جدا، مبدأ محفوظية المادة conservation of matter، مبدأ محفوظية الطاقة conservation of energy، كله محفوظ، تحرقها انت تتحول من صورة الى صورة، من شكل من اشكال الطاقة الى شكل، رمز صحيح، الفحم بتحول ايه؟ لحرارة، رمز طاقة حرارية بتاخذها انت كذا منك بننتقل لشيء، ما فيش، موجودة، ما في شيء يضيع، قال لك اطلاقا. قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون، والأرض ذات الصدع، أو السماء ذات إيه؟ الرجع، والأرض ذات إنه لقول فصل. يا الله، إيه معنى؟ ما في شيء بضيع، بيطلع شيء من الأرض بيصطدم بعود برجع، ما فيش شيء إيه ينفذ، لأنه السماء سقف محفوظ لا تتخلله مسام وأشياء فتخرج منها أشياء خارج إيه بنية الكوزموس، مستحيل. الله قال: يا الله، هذا قرآن، قرآن هذا، عجيب هذا، قال لك محفوظ. لذلك كل شيء ضمن إيه هذا الكون محفوظ، ما في شيء بيضيع، بتحول من شكل لشكل بس موجود. لكن لو أخذت أنت قال ذرة، حافظ يقول ذرة واحدة حذفت بها خارج الكون، إن كان هناك خارج، وهذه المسائل اللي ناقشها أبو حامد بذكاء برضو، هل في خلاء ولا ملاء خارج الكون؟ شيء عجيب. قال: لو افترضنا، بس فرض المحال ليس بمحال، وهذا محال، هذا محال، بس افترضنا فرض المحال ليس بمحال، انك اخذت جزيء او ذره حتى وقذفته خارج الكون، يختل هذا الكون كله، لانه مقدر، هذا ما في شيء، شيء غريب. ابن رشد شكر الله سعيه، وهذا نقبله منه حقيقه، نشكره له، اعاد، انا متاكد طبعا هو افتأت على ارسطو، ارسطو ما قال الشيك، بس هو اراد ان يؤسلم ارسطو، طبعا معروف اراد ان يعيد لنا ايه ارسطو بنسخه اسلاميه، ومتعصب. ابن رشد تقريبا لم يكد يخالف ارسطو في شيء، وهذا يزري بابن رشد.
أبو حامد أكثر استقلالية بمراحل من ابن رشد. أبو حامد خالف في الأصول وفي الفقهيات وفي علم الكلام وفي الفلسفيات وفي المنطقيات، خالف الأساتذة والأئمة الذين سبقوا. نعم، مش دائما، في أشياء مستقل، عقل مستقل، هذا عقل عارم. ابن رشد لا، كان عبدا عند إيه؟ عند أرسطو، وتحدث بأسلوب العبد عن سيده. قال رحمة الله عليه وعفى الله عنه ابن رشد، قال سبحان الله، كلما تأملت في هذا الرجل في أرسطو، قال علمت أن الله خلقه ليثبت به كمال النوع الإنساني. يعني أعظم عندك من غيره؟ يعني أعظم واحد قال هذا. عجيب يا ابن رشد، ليش للدرجة هذه أنت معجب بأرسطو؟ يعني أرسطو حقيقة عملاق وكذا، بس يعني إيه، ليش لهذه الدرجة؟ إنك تعرف إيش هو الإنسان، أعظم ما يمكن أن يبلغه الإنسان من ذرة، شوف أرسطو قال. أرسطو قال هذه معجزة لهي، قال هذا خلق لا يحب. بالعكس، في أشياء معينة أبو حامد أثبت أنه أذكى بمراحل من أرسطو، طبعا كذا وأذكى منك بمراحل، وسبق العلم الحديث بألف سنة على الأقل أبو حامد. شو غريب رجل هذا، ألف سنة. لا يا بابا، هذا فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، وما في واحد يحتزل الفضل من كل جوانبه. خلص، هو الأستاذ الأكبر عبر العصور. غير صحيح، غير صحيح. وما أعتقدش أن أرسطو كان يحب إيه؟ أن تبنى له هذه الصورة كمفكر منهجي كبير. ما كان يحب بالدرجة هذه، لكن هؤلاء غير المستقلين، هذا ما يعطيه التقليد والعاطفة في الأفكار والمبادئ والعقائد. على كل حال، فتحدثنا إيه عن هذه المسألة أيها الإخوة. وابن رشد قالك لا، قالك الكون متآزر، الكون كإيه؟ كنفس واحدة، بنية واحدة، نظام واحد إلى آخره. فعلشان هيك كون الله يعلمه علما كليا، هذا يقتضي أنه يعلم أيضا كل ما يحدث فيه، لأن الكون هذا منظم مهندس، كون رياضي، يعني على طريقة لابلاس وطريقة الظروف البدئية. الظروف البدئية، أنه إذا عرفت أنت البدايات تستطيع أن تعرف المتوسطات والنهايات. لابلاس لما قال لنابليون بونابرت، قال له سمعت يا موسيو لابلاس أنك أنت ألف كتاب 6 مجلدات في الطبيعة والفلك، قال له صحيح، قال له سمعت أنك لم تتح فيه مساحة للإله، أنكرته، قال لا 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 لست أحتاجه، إيش بدنا في الإله هذا، ملحد كان إيثيست، قال لست أحتاجه، قال له كيف لا تحتاجه، الناس كلها عندها أديان بتأمن بالرب وبإله الخالق الصانع، قال ما بنحتاجه، قال أنا أعطيني الآن، قل لي كل ما يتعلق بشروط اللحظة هذه، أعطيني معلومات تامة عنها، أستطيع أن أحدث لك أو أتنبأ بدقة تامة، قال له دقة رياضية حسابية بمستقبل هذا الكون بعد 1000 سنة، بعد 1,000,000 سنة من الآن، إيش حيصير؟ هذا الكلام اللي حد ما من حيث الأصل لابد أن يكون صحيحاً على فكرة، لكن أجي دخل على الخط في السبعينيات من أيام 1973 الكيوس في الفيزياء خربط لنا القصة كلها. قبل هيك كان كله طريقة خطية في التفكير، طريقة معادلات، تحط هنا شيء لابد أن يخرج في الطرف الثاني، بسموه تفكير خطي، تفكير معادلاتي. لما دخلنا مع الكيوس قال لك لا، ليش؟ طيب ليش؟ مع انه المبدا نفسه صحيح برضه، بتحطه بتطلع هنا، قال لك اللي بتحطه هنا طلع مش شغله واحده، مليون شغله. ومين يعرف من عاد؟ زمان كنا نقول شغل شغلتين وهنا بيطلع، لا قال لك لا، حتحط مليون عامل هنا، مليون عامل. كيف يعني؟ يعني قال لك حتى ضربه فراشه بجناحها بتدخل هنا في الطرف اليمين، وانا حبيبي كلامك هذا في المعادله بدخل هنا، الدق هذا على المنضده بدخل في الطرف اليمين هذا، والسياره ماشيه على الشارع بتدخل، مين حيدخل؟ مين حيحسب الوجهات هذه؟ الله قال ما لا تتعجرفوا، قال الله لا تنتفخوا، تراجعوا، قال انا الرب، مش انتم، مش لابلاس، مش مسيو لابلاس، قال انا الرب. ولذلك ابن سينا خلاف ابن رشد، ابن رشد كان اذكى واقرب الى روح التوحيد فعلا، روح توحيد القران، ابن سينا لا، ابن سينا امعن في تقليد ارسطو بشكل فج، وقال الله ليس من شأنه ولا محتاج اصلا ولا مفيد أن يعرف كل هذه الجزئيات، ما إيش بده فيها؟ قال أنه واحد وقع ورقة سقطك، وين يا ابن سينا؟ طب هل أنت تقرأ القرآن الكريم؟ للأسف هو كان من الباطنية ابن سينا، في الأرجح أنه كان ربما من الباطنية، الله أعلم على كل حال بحقيقته. فاليوم الفيزياء طبعا والكيوس بالذات لا، وقفت مع القرآن ومع علم الكلام مع أبي حامد ومع ابن رشد، قالت إذا في رب لازم الرب هذا يكون عارف بكل شيء، عشان يعرف الطرف الأيسر في المعادلة لابد يعرف كل عوامل الطرف الأيمن، حتى لو واحد كح، لو واحد تنفس، لو واحد رمش، كل هذا بده بأثر، قال لك لأنه ضربة فراشة بتأثر، ممكن تسبب لك تورنيدو إعصار في قارة أخرى، ضربة فراشة بجناحها مش هي لحالها،
هذا الفرشة قد تكون العامل إيش مثلاً 50 بليون وتسعمائة ألف هذا الرقم هذا ولسه صغير وماشي كله الحكاية كأن الله بقول لا لا هذا الكون أنا الذي أبدعته أنا وحدي الذي أستطيع أن أديره أنا وحدي الذي أستطيع أن أعرف كل إيه ما يقول إلي كل حدث فيه أنا وحدي قال وعنده مفاتح الغيب وهذا بأكد صحة نظرية إيه ابن رشد في العلم إيه الشامل هذا أنه كنفس واحد الكون الله قال عنده مفاتح كيز في مفاتيح هي اللي عنده المفاتح هذه بيقدر يعرف كل ما يترتب عليها ابن رشد كان دقيقا كان قرآنيا في نظري كان قرآنيا يعني وجميل جدا طرحه قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا مش حديث نبي ولا حديث فيلسوف هذا حديث رب أبدع الكون ويديره لا إله إلا هو بحسب ماذا؟ لا بحسب الكلام ولا بحسب الفلسفة بحسب الكيوس الآن هذا صار حسب نظرية الكيوس هو نكتفي بهذا القدر على أن نلقاكم في حلقة قادمة فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزا الله عنا شيخنا الفاضل كل خير وإن شاء الله انتهينا بعونه تعالى من الحلقة الثامنة في سلسلة الإمام الغزالي ونتابع إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته